من الجامعة الأردنية رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور زيد عيادات أهلا وسهلا بك دكتور إذا الدراسة أشارت إلى تراجع في ثقة الأردنيين بحكومة الخاصونة وبالتالي يعني إلى ماذا تعزو الدراسة هذا التراجع؟ مساء الخير لك ولمشاهديك سيدة الفاضلة دعيني لو سمحتي في أقل من ثواني في تزاحم هذه الأرقام السلبية حول التراجعات الكثيرة في نسب الثقة في الحكومة وقدرتها على تحمل مسؤولياتها أن أشير إلى مسألتين إيجابيتين أظهرهما الاستطلاع الأولى هي اعتزاز الأردنيين بدولتهم وبإنجازاتها وبفخرهم بها وثقة الأردنيين العالية والثابتة في مؤسساته الأمنية الجيش والأمن العام والمخابرات العامة ما عدا ذلك وللاسف كان يعني لدينا رغبه ان يكون هناك مجموعه من الاخبار الساره والارقام الايجابيه لكن كما اشرت وتفضلت هنالك تحاوي في ثقه الاردنيين وتراجع بها فيما يتصل بالحكومه وبقدرتها على تحمل مسؤولياتها ومرد ذلك هو يعني الاستطلاع اوضح الحقيقه ان الاردنيين لا يعتقدون الحكومه جادة ولا قادرة على محاربة الفساد مثلا أنها فشلت في معالجة قضايا الفقر والبطالة وإيجاد فرص عمل للأردنيين أن الأوضاع الاقتصادية ما زالت تتردى أن إجراءاتها فيما يتصل باحتواء انتشار فيروس كورونا كان لها أثار صحية نفسية واجتماعية وسياسية واقتصادية عالية أن الحكومة غير جادة في الإصلاح السياسي وانها ان كانت جاده فهي غير قادره على انتاج قوانين تلبي طموح المرحله ان الاردنيين ان الحكومه لا تضمن للاردنيين حريه التعبير المصانه والمضمونه للسورية وان الاردنيين لا يشعرون بالمساواه امام القانون وان ان الدوله والحكومه تميز بينهم على اساس من الجنس والجغرافيا والموقع الاجتماعي والمكانه الاجتماعيه والى اخره، هذه يا سيدتي الفاضله عوامل عوامل خطيره جدا جدا نتج عنها اولا تراجع هذه الثقه في الحكومه وتعمق وازدياد فجوه الثقه بين المواطنين الاردنيين ومؤسساتهم بينهم وبين اداء الحكومه. ما زال الاردنيون حتى هذه اللحظه يفرقون بين الدوله كدوله ويعتزون بها وبين اداء مؤسساتها تحديدا الحكومه ومؤسساتها المختلفه لكن ربما هذا هذا التفريق لن يصمد اذا فتره طويله او لاحقة الدكتور يعني وفق الاستطلاعات إجراءات اليوم من اجل معالجه هذه الازمه تفضل نعم ولكن عذرا للمقاطعة وفق الاستطلاع أيضا 39% فقط يعتقدون بأن الوزراء هم قادرون على تحمل المسؤوليات وبأن هناك غياب في الانسجام ما بين الوزراء وبالتالي يعني هل الدراسة وقفت على أسباب هذا هذه النسب وهل التعديلات يعني الوزارية اي دور في هذه النسب؟ آه، نعم سيدتي، يعني في الاردن نقول ان ما يحدث في الغرف المغلقه والاسوار المغلقه لا يبقى حبيسها، وبالتالي دعيني اوضح مساله اساسيه، نحن في استطلاعنا نسال راي الاردنيين حول هذه القضايا. ثم نحاول أن نستفهم منهم عن لماذا يعتقدون ما يعتقدونه الآن عند سؤال الأردنيين هل تعتقدون أن الحكومة وفريقها الوزاري بين الرئيس والوزراء منسجمون يعملون بتفاهم وانسجام كما أشرتي في الغالبية العظمى لا تعتقد ذلك على يعني 39% فقط يعني 71% لا يعتقدون 61% لا يعتقدون على الإطلاق أن الحكومة منسجمة، مرد ذلك طبعاً هو لما يعرفوه الأردن، لما يعرف الأردن في جلساتهم وسهراتهم ومضافاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية، وما يرونه على من تناقضات، وما يتناق تتناقله وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وغيرها. ثم أن قام مركز الدراسات بإجراء مجموعة من أيضاً المسوحات حول مدى رضا الأردنيين عن التغييرات والتعديلات الحكومية. التي ادخلها دولة الرئيس القصاونة على حكومته وكلها كانت موضع عدم ترحيب كانت نسب الذين نسب غير الراضين عن هذه التعديلات طاغية مقارنة بأولئك الراضين عنها إذن كل ذلك يؤدي إلى أن الأردنيين يعتقدون أن حكومتهم لا تعمل بانسجام، وأن سياساتها في مجال الصحة لا تتفق مع سياساتها في مجال التعليم، وأن دعوتها من أجل إنضاج وإنتاج منظومة تعليمية وقيمية وثقافية جديدة تتناقض مع إشارات الحكومة في مجالات التعليم والتعليم وبعد وإلى آخره، كل ذلك يفهم منه ويفهمه الأردنيون على أنها إشارات توضح وتدلل أن الفريق الوزاري غير منسجم. طيب الغالبيه اظهرت رضاها عن الموقف الاردني تجاه ما يحدث في يعني ملف القضيه الفلسطينيه والتصعيد الاخير على غزه وما الى ذلك. السؤال يعني هذه هذه الاحصائيات هل تعكس الموقف تجاه القضيه الفلسطينيه فقط ام تعامل الاردن مع ملفات خارجيه عده في المنطقه وفي العالم؟ للاسف هي فقط تعكس رضا الاردنيين عن موقف الاردن من القضيه الفلسطينيه فقط، للاسف اقول انها لا تعكس رضا الاردنيين عن مواقف وتعامل الدوله الاردنيه مع القضايا الاخرى في الاقليم والمنطقه لسبب بسيط انه احنا سؤالنا كان فقط عن مدى رضاهم عما قامت به الدوله الاردنيه والحكومه في تجاه الأحداث التي حدثت في القدس الشريف وفي غزة وفي فلسطين المحتلة وهذا موقف مناسب عندما يكون الأردنيون أو الغالبية منهم راضون عن موقف الحكومة تجاه وموقف الدولة الأردنية تجاه ما يحدث هو أيضا منسجم مع الموقف الشعبي يعني ما قام به المجتمع الأردني والمواطنين الأردنيون من دعم وتأييد للقضية الفلسطينية والفلسطينيين تناغم وانسجم تماما مع ما قامت به القياده الاردنيه سواء ما قام به الملك او وزاره الخارجيه او الحكومه او غيرها من الاجراءات، فهناك اذا نوع من الرضا عن هذا الاجراء وهذا ما نقوله دائما ان الاردنيين يعني ليسوا متشائمين بالطبع وليسوا رافضين لاداء لاي اداء ايجابي هكذا جمله واحده، فعندما يكون هنالك موقف ايجابي يثمنه الاردنيون ويدعمونه ويسندونه، وهذا هو مدخل الحكومات من اجل استعاده الثقه بالمواطنين وتسجيل درجات رضا أعلى ودرجات ثقة أعلى بسياساتها وإجراءاتها طيب دكتور زيد يعني ربما نحن نمر في وباء وهذا الوباء انعكس على جميع مجالات الحياة والاقتصادية يعني وحتى السياسية ويعني ربما يكون هناك طروحات لبعض الشرائح في هذه الدراسة يعني تقدم حلول أو تقدم رؤى قد تزيد من شعبيه الحكومات التي يعني تولت الرئاسه في ظل صروف ظروف صعبه واستثنائيه. انا اعتذر لم اسمع اخر السؤال يعني هل من طروحات لشريحه معينه في الدراسه لي يعني نوع من الرؤى او اعاده الثقه بالحكومه يعني هل من مطالب معينه قد تعيد يعني الثقه في الحكومه خصوصا وان نتحدث عن دراسه تاتي في ظروف صعبه واستثنائيه مختلفه عن الدراسات السابقه نعم شكرا جزيلا سؤال غايه في الاهميه سيدتي. آه نعم هو ما نستنتجه من ملاحظات الاردنيين ورؤاهم وانطباعاتهم آه مجموعه من الاجراءات والسياسات التي تستطيع الحكومه القيام بها من اجل استعاده الثقه آه ورفع مستويات الثقه والرضا كما قلنا. آه فمثلا يعني اعطيكي امثله آه الاردنيين بيعتقدوا مثلا ان الفئه الاكثر تضررا من جائحه كورونا هي هم عمال المياومه. لكنهم يعتقدون أن هذه الفئة لم تلقى الدعم والحل لإشكالاتها كما كان ينبغي لها أن وبالتالي هذا يؤشر أن الحكومة يمكن لها أن تغير من إجراءاتها فيما يتصل بحل مشكلات عمال المياومة بطريقة تحل هذه المشكلات وأيضا ترفع من نسب الرضا والثقة بالمقابل مثلاً الاردنيين بالغالبيه العظمى 95% منهم بيعتقدوا انه اقل الفئات تضررا من الجائحه هم موظفي القطاع العام ومع ذلك معظم الاردنيين بيعتقدوا انه هؤلاء هذه الشريحه تلقت اكثر الدعم وبالتالي هذا يوضح على ان هنالك سياسات واشاعات حكوميه كان من الممكن ان تكون افضل مما هي عليه وهذه اقتراحاتهم للدوله مساله اخرى متصله بحزم الضمان الاجتماعي اول شيء غالبيه الاردنيين ما سمعوا عنه انه ما بيعرفوا عنها بنحكي عنها وبنطنطن عنها الحكومات وانه هي تعالج مشكلات الغالبيه لم تسمع عنها الاقليه اللي سمعت فقط ربع من هؤلاء الذين سمعوا اقليه استفادوا من هذه الحزم وبالتالي بنحكي انه طريقه إدارة الحكومة لهذه الملفات وتواصلها مع الناس وإعلامها عما تقوم به وتنفيذه وتطبيقه نعم. يحتاج إلى مراجعة شكرا جزيلا لك الدكتور زيد عيادات رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية من الجامعة الأردنية